دايما لما كنت باجي اتكلم مع حضراتكم كنت دايما بتكلم وبقول لحضراتكم ايه، النادي الاهلي عنده ثلاثة يعني ثلاث منصات اعلاميه، صح؟ الموقع الرسمي للنادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، مجله النادي الاهلي، والسوشيال ميديا بتاعه، بتاع الثلاث منصات دول. فاي حد عايز يقول اي حاجه من داخل النادي الاهلي بيطلع سواء في الموقع الرسمي يتكلم، او في مجله الاهلي يتكلم، او في قناه النادي الاهلي يتكلم. اي حاجه بتتقال بره الثلاث حاجات دي قد يكون منها الصحيح، انا ماليش علاقه، ولكن انا بتكلم ان ما يخص النادي الاهلي هو دايما التحدث دائما ورسميا عبر الثلاث منصات اعلاميه بالنسبه للنادي الاهلي، سواء القناة مرة تانية، القناة، الموقع الرسمي، المجلة، أي حاجة تانية. كابتن محسن صالح خلال الفترة اللي فاتت بقاله كام سنة كابتن محسن ما طلعش؟ طيب خلينا نشوف الجزء ده. أنا آسف جدا، أنا دايما ما بحبش أعمل الحاجات دي، ولكن بما أن الكابتن محسن صالح كان معانا على الهواء مباشرة لمدة 3 ساعات يوم السبت اللي فات، وساعتين ونص يوم الحد اللي فات، 5 ساعات ونص اتكلم فيهم الكابتن محسن صالح عن ذكرياته وعن كل ما يخص النادي الاهلي، وعن ذكرياته في كل الانديه اللي لعب فيها في برنامج سهره مع يوم السبت اللي فات، وكان من المفترض ان تكون حلقه واحده، ولكن جمهور الاهلي طلب ان تكون هناك حلقه اخرى، وبالفعل وافق الكابتن محسن وطلع معانا في حلقتين يوم السبت ويوم الاحد. قال ايه الكابتن محسن صالح بخصوص هذا الموضوع؟ مش كلامي ولا كلام اي حد، ده كلام رئيس لجنه التخطيط داخل قناه النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف الجزء ده، حواري لحضراتكم الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط قال ايه فيما يخص وجوده في قناة النادي الاهلي، وبعد كده هجيب لكم الحاجات التانية لغاية لما تخلص. خلينا نطلع نشوف بس هذا الجزء ونرجع نكمل مع حضراتكم. دلوقتي بقالي اكتر من 8 سنين متعمد ان انا ما اطلعش، بس انا كنت طبعا زي ما انت عارف بشتغل في قنوات ابو ظبي، وكنت بطلع قنوات ابو ظبي، وكان اي حد بيطلب مني ان انا اظهر فكنت بقول انا حصري، انا فعلا كنت حصري، لكن كان ممكن اطلع. لكن يعني بفكرك بالسؤال اللي سالته لي، الوسط واللي بيحصل فيه خلاني ابعد، يعني ما بقيت مش قادر ان انا اتعامل مع الوسط ده، خاصه انه في الفتره اللي هي كان وقف فيها الدوري في الاول والمشاكل اللي حصلت، وجدت انه الحديث في الاستديوهات بقى بنتكلم في السياسه، وبنتكلم في الطب، وبنتكلم في الاقتصاد. فانا قلت انا راجل بتاع كوره، ممكن اكون بفهم في السياسه، لكن المفروض ان ما اتكلمش في السياسه، اتكلمش في الطب. لقيت كل الناس بتتكلم في كل حاجه، فبنقيت بنفسي عن الموضوع ده. فانا دلوقتي بعد 8 سنين عايز اجيب حلقتين ورا بعض، الناس هتزهق مني. لا طيب. بص ما اقدرش ان انا ارفض، ما اقدرش ان انا اخليك يا كابتن، اذا خصوصا انه يعني في بيتي انا بالزبط. في ناس كتير، وانا بالمناسبه بعتذر لهم، لكل الناس اللي طلبتني ان انا اطلع في قنوات بعتذر لهم، لانه يعني لابد ان انا كنت اطلع في بيتي الاول على اساس انه طبعا. يعني وفاء مني لهذا المكان وحبا لهذا المكان. فده كان كلام الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط داخل قناه النادي الاهلي، اتكلم فيه بمنتهى الوضوح، قال انا بعتذر لكل الناس اللي كانوا طالبين ان انا اطلع معاهم، انا بقالي 8 سنين ما طلعتش لاسباب معينه، وقال هي ايه هي الاسباب، وقال ايضا ان هو ما طلعش ومش هيطلع غير داخل قناه النادي الاهلي او في احد المنصات الاعلاميه للنادي الاهلي. ايه اللي حصل بقى في اليومين 3 اللي فاتوا دول؟ كلام كتير جدا 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 بيتقال على لسان الكابتن محسن صالح، وشائعات كثيرة جدا جدا بتتقال على لسان الكابتن محسن صالح. كابتن محسن صالح داخل قناة النادي الأهلي ما قالش كل هذه الشائعات. كابتن محسن صالح اتكلم عن دور لجنة التخطيط، هجيبها لحضراتكم على الهواء مباشرة، قال معايا ايه في سهرة معه، هجيبها لكم كمان بس اول ما هتخلص، هي حتة جزء طويل، فهنجيب لكم الحتة اللي من المفترض ان حضراتكم تسمعوه. اتكلم فيها عن لجنه التطوير ولجنه التخطيط، وقال ان هي مختصه بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وهنعمل كذا وكذا 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 وكذا. فكلام كتير جدا بيتقال خلال اليومين 3 اللي فاتوا، ولكن هي لعيبه النادي الاهلي فين؟ عندها دور وطني بتعمله في المنتخبات الوطنيه. فمش هنقدر بقى نخبط في اللعيبه في المنتخبات الوطنيه، فمش هنقدر نخبط فيهم. نعمل ايه؟ دنيا هاديه، ومفيش أي مشاكل، ومفيش حد بيتكلم على أي حاجة،
ايه الحاجه اللي بتثير اللي الناس كلها بتخش لما بتلاقي اسم ايه؟ اسم النادي الاهلي. او لما بتلاقي اسم النادي الاهلي في اي عنوان فبتفتح وبتشوف هو الناس بتتكلم عن ايه. ف مين اجدد حد دخل النادي الاهلي؟ كابتن محسن صالح. وبالتالي خلينا نخبط خبطتين في الكابتن محسن صالح، علشان الكابتن محسن صالح كمان كان المفروض ان هو يطلع معانا وما طلعش معانا. ده الناس بقى اللي طلع في قناه النادي الاهلي، طلع في قناه النادي الاهلي اللي هي بيته. فخلينا بقى نخبطه خبطتين كده. ما هو الراجل اتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه، واتكلم في كل شيء يخص النادي الاهلي وفي كل شيء يخص لجنه التطوير. تاني يوم وتالت يوم لقينا كلام كتير جدا جدا، ولكن برضو هرجع لشهرين تلاتة فاتوا كنت بتكلم مع حضراتكم دائما وبقول لكم خلي بالكم من الاشاعات اللي بتطلع، الغرض منها هو هدم الاستقرار اللي ماشي بيه النادي الاهلي بشكل جيد جدا. النادي الاهلي لاعبته وفرقته لما بيبقوا موجودين كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني اللي موجود بيبقوا قافلين عليهم بشكل جيد جدا، فبتعرفش توصل لهم، فبنحاول نخبط في اي حاجه، نوقع اي حد. فاللعيبه مش موجودين، اللعيبه دلوقتي مع المنتخبات الوطنيه بيقوموا بواجبهم الوطني. فنعمل ايه؟ لازم نخبط، لازم نوقع، لازم نخبط في الناس. فنجيب بقى كلمتين من هنا على كلمتين من هنا على كلمتين من هنا ونحطهم. ولكن احنا عندنا هنا في مصر مواقع محترمه كثيره جدا جدا. وعندنا ناس اعلاميين محترمين كتير جدا جدا جدا. ف اللي بقوله برضو لحضراتكم او كل الغرض من اللي انا بقوله ده ايه؟ ان حاولوا على قد ما تقدروا تشوفوا الاخبار من داخل منصات النادي الاهلي، المنصات الاعلاميه للنادي الاهلي سواء القناه او المجله او المركز الاعلامي، لان هم دول الثلاث منصات اللي دايما هو لو الكابتن محسن قال الكلام اللي الناس قايلاه ده قال له ايه؟ كابتن محسن صالح مرشح لعيبه اجانب محترفين في دوريات الخليج، هو ده عيب؟ يعني هو لو الكابتن محسن صالح قال كده هنا في القناه ورشح، او لو هو اساسا عنده في دماغه ان هو يرشح لاعبين، ما هو كان قال يا جماعه انا برشح لعيبه لو المدرب عايز ياخدهم ياخدهم، مش عايز ياخدهم ما ياخدهمش. هو حر. ما هو النادي الاهلي كده بالمناسبه، النادي الاهلي مؤسسه التشاور عشان نوصل للصح في النهايه، مفيش ديكتاتوريه ومفيش حد بيقول لك انا هجيب اللعيب ده يبقى هو جه خلاص، لا مفيش الكلام، ما عندناش احنا الكلام ده يا جماعه. فاللي دايما بقوله او لو الكابتن محسن صالح عنده لاعبين اجانب ما كان هيطلع يقول يا جماعه انا عندي لعيبه فلان وفلان وفلان، عايزين حد ولا مش عايزين؟ مش عايزين طب خلاص تمام. لكن هو ده اساسا ما حصلش، اساسا ما حصلش. قال لك اصله قعد مع فايلر قعده طويله، قعدت ست ساعات. هو الراجل اساسا بيقعد يعني ما قعدش معاه اساسا. انا ما اعرفش شافه ولا ما شافوش. يعني ده برضه بالمناسبه ريني فايلر كان في سويسرا وراجع يوم الاثنين الصبح. رجع يوم الاثنين الصبح. فكلام غريب جدا وحاجات غريبه جدا بتحصل وكلها الغرض منها ايه؟ الغرض منها هدم استقرار النادي الاهلي. فاللعيبه في مهمه وطنيه فمش هنعرف نخبط فيهم او مش هنعرف نعمل لهم حاجه، طبعا كل ده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. فاللعيبه بعيد مش هنعرف نعمل لهم حاجه، فخلينا بقى نخبط في حد تاني. وبعدين الناس اللي بتكتب الحاجات دي او على السوشيال